أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. اقترب من 100 ارتفاع عدد وفيات الزورق اللبناني الغارق قبالة سواحل طرطوس. الاحتلال الأمريكي يواصل سرقته النفط السوري ونقله إلى قواعده في العراق. الملتقى الوطني الثاني للسوريين الأكراد في محافظة حلب يؤكد تمسكه بوحدة سوريا أرضا وشعبا. أهلا بكم من جديد. لليوم الرابع على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس، حيث تم انتشال عدد من الجثث لتبلغ حصيلة عدد الضحايا غير النهائية 97 غريقا. القارب اللبناني الذي تعرض للغرق في حادث كارثي انطلق الثلاثاء الماضي من شاطئ طرابلس في لبنان قاصدا إيطاليا عبر المتوسط. حسب روايات بعض الناجين فإن الزورق غادر شاطئ المنيا في لبنان وعلى متنه ما بين 120 إلى 150 شخصا، في حين أن استطاعته الاستيعابية أقل بكثير من العدد الذي كان على متنه. من جهته بحث وزير الصحة حسن الغباش خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني في رأس الأبيض سبل التنسيق والتعاون بما يخص نقل الناجين وجثامين الضحايا في حادثة غرق المركب اللبناني. خرج الأهالي في مدينة الباب بريف حلب الشرقية التي تحتلها قوات النظام التركي وينتشر فيها مرتزقته في تظاهرات احتجاجية غاضبة تنديدا بمواصلة ممارساتهم الإرهابية، ولا سيما الاستيلاء على ممتلكات الأهالي ومنازلهم في المدينة بقوة السلاح. حسب ما ذكرت مصادر إعلامية فإن عشرات المدنيين تجمعوا بالقرب من دوار السنتر وسط مدينة الباب احتجاجا على استيلاء متزعمين من ميليشيا الملك شاه على العشرات من منازل المدنيين بقوة السلاح منذ نحو 4 سنوات. وجه الجيش العربي السوري في الساعات الماضية ضربات مدفعية استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في خفض التصعيد ردا على اعتدائها على نقطة عسكرية لها في المنطقة التي أدت إلى استشهاد عنصر من حاميتها بالتزامن مع هدوء حذر فرضته وحدات منه على معظم قطاعات البادية الشرقية على الأرض غارات للطيران الحربي الروسي استهدف خلالها مواقع انتشار تنظيم داعش الإرهابي هناك. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي ردت على اعتداءات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه على نقاط عسكرية في محاور التماس بسهل الغاب وأرياف إدلب. وأوضح المصدر أن الوحدات دكت بالمدفعية الثقيلة مواقع للإرهابيين في الحلوبة بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين استهدفت الوحدات العاملة بريف إدلب بالسلاح ذاته نقاط تمركز الإرهابيين في الفطيرة وكفر عويد وسفوهن وكان صفرة وفلافل ودير سنبول وبينين ورواحة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبية وفي معارة النعسان بريفها الشمالية الشرقية. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري وأخرجت في الساعات الماضية 60 صهريجا محملا بهذا النفط من الجزيرة السورية إلى قواعدها شمال العراق. تتوالى التقارير التي تتحدث عن استخدام القوات الأمريكية في سوريا نحو 800 صهريج لنقل النفط السوري إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية أو إلى خارج البلاد. وآخر هذه التقارير تصريح للخارجية الصينية عن سرقة الولايات المتحدة الأمريكية للنفط السوري ونهبها لمقدرات السوريين مع وقوفهم على طوابير للحصول على جزء من احتياجاتهم من المحروقات، لتكون هذه التقارير غيض من فيض معاناة السوريين الاقتصادية اليومية.
فلم يكتفي الأمريكيون من احتلال أراض سورية واستحداث قواعد غير شرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور وفرض عقوبات على الشعب السوري، بل تنهب وتسرق يوميا إنتاج البلاد من النفط والقمح والغاز، وهو ما أدى لحرمان أبناء البلاد من مقدرات بلادهم ومعاناتهم الكبيرة في توفير ما يحتاجونه من هذه المواد. واشنطن تريد من سطوها اليومي على آبار النفط إيجاد تمويل ذاتي لوجودها غير الشرعي في سوريا، والهادف إلى ضمان عدم وجود أي استقرار في هذه المنطقة وعرقلة عملية استعادة الدولة السورية لسيادتها على كامل جغرافيا البلاد. إذن الاحتلال الأمريكي يتواجد بأهداف محاربة داعش والإرهاب نظريا، لكنه عمليا يهدف إلى نهب خيرات السوريين وزعزعة استقرار المنطقة وضمان غياب أي عملية تنمية أو إعادة إعمار، بما يضمن عرقلة أي تعاف وطني حكومي في البلاد ويؤخر من تحقيق تسوية شاملة تنهي معاناة السوريين مع نحو 11 عاما من الحرب. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. ومع أنباء عن مقتل 13 مسلحا من ميليشيا قسد بانفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلا لهم بالقرب من قرية غزيلة بريف الحسكة الشرقية، أفادت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت منطادا حراريا بأجواء المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال تجسسية لتأمين قواعدها والأرتال العسكرية التي تستخدمها لتعزيز تلك القواعد وسرقة الثروات السورية. ونقلت المصادر الأهلية أن المنطاد يحمل كاميرات حرارية بهدف التجسس فوق قاعدة غير الشرعية بريف الحسكة الشمالي الغربي. وأوضحت المصادر أن إقدام الاحتلال الأمريكي على توسيع أعماله وأدواته التجسسية يأتي بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعده المنتشرة في الجزيرة السورية في الآونة الأخيرة، ولزيادة التوتر في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار فيها، وذلك بالتنسيق بين الاحتلال وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية قسد المرتبطة به. أكد المشاركون في الملتقى الوطني الثاني للسوريين الأكراد في محافظة حلب تمسكهم بوحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفضهم أي وجود لميليشيا قسد الانفصالية وممارساتها الإجرامية ارتباطها بالمحتل الأمريكي. وقال المشاركون في بيان بختام الملتقى الذي عقد في حي السريان بمدينة حلب بمشاركة عددا من شيوخ القبائل العربية: نؤكد تلاحمنا ووقوفنا صفا واحدا خلف قيادة الرئيس بشار الأسد تحت علم الجمهورية العربية السورية وفي خندق واحد مع الجيش العربي السوري للدفاع عن وحدة تراب الوطن وطرد المحتلين وتحرير كل شبر من أراضي سوريا، ورفض كافة مشاريع الانفصال أو الكانتونات أو الفيدراليات وما يسمى الإدارات الذاتية العميلة للأمريكيين. نحن مع وحدة تراب سوريا أرضا وشعبا وسيادة. نحن هنا نجدي برسالتنا ولنرفع أصواتنا عاليا، إننا ضد أعمال قسد، فندعو قسد أن يتجهوا إلى دمشق وأن تكون قبلتهم دمشق. دمشق هي بوصلة الأمن والأمان. جاي نحضر الملتقى العشائر الوطنيين الأكراد لا نعبر عن مواقفنا ولا أنا للسيد الرئيس ولا أنا للدولة السورية. نحن ما حدا بمسنا لا قسد ولا غير قسد، اللي اشتركنا في انتخابات وطنية وانتخبناهم هن اللي بمسلونا في الجمهورية العربية السورية. نحن ضد التقسيم اللي عم يدعي له قسد، نحن ضد العدوان الأمريكي، نحن كلنا أولاد هالبلد هاد، كلياتنا ربينا ونشأنا على هالأرض السورية. نؤكد أنه نحن ضد مشروع التقسيم وضد مشروع الكيتونات والتبعية للاحتلال. نحن شعب واحد في سوريا تحت العلم السوري. نحن لو قاتلنا تحت راية كردي وعربي وإسلامي ومسيحي لذبحنا ذبحا نعاج على أيدي داعش وأخواتها من التكفيرين، ولكننا قاتلنا تحت راية واحدة هي راية العلم الخفاق وتحت اسم واحد هو اسم الجمهورية العربية السورية.
في نيويورك بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الوضع في المنطقة، كما بحث الوزيران عددا من الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، خاصة في مواجهة الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلديهما من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مؤكدين أن هذه العلاقات استراتيجية ومتينة ومتميزة وتخدم مصلحة شعبي البلدين. نوه المقداد وعبد اللهيان بمستوى التنسيق والتشاور القائم بين سوريا وإيران في مختلف المجالات وفي المحافل الدولية، مؤكدين على أهمية استمرار ذلك لمواجهة السياسات الغربية التي تستهدف البلدين. والتقى الوزير المقداد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، حيث ناقش عددا من الجوانب ذات الصلة بالوضع في سوريا، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة في تسهيل الحوار السوري بملكية وقيادة سورية. كذلك بحث المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عددا من القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية، التحديات التي تواجهها، كما تناولا جوانب التعاون بين سوريا والأمم المتحدة. أشار غوتيريش إلى عزمه والتزامه بالعمل على ضمان تمويل مشاريع التعافي المبكر، خاصة الكهرباء التي تعد من أهم القطاعات الحيوية، وأنه سيتواصل مع الدول المعنية بهذا الشأن. بدوره شرح الوزير المقداد الممارسات المنافية للميثاق والقانون الدولي التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي شمال شرق سوريا والاحتلال التركي في شمال غربها. لفت المقداد إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر. تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو الغائم جزئيا بشكل عام سديميا في المناطق الشرقية والبادية. وتكون الأجواء باردة نسبيا ليلا بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر، رياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج. أتوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غدا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام. اختتمت فعاليات مبادرة سوريا أم الكل التي أقامها مشروع أرتيزانا سوريا في محافظة حلب بالتشاركية مع الأمانة السورية للتنمية. وحرص المشروع على تقديم الدعم للحرفيين أصحاب المشاريع الصغيرة وتمكين السيدات المعيلات والأسر المنتجة. بالتعاون مع محافظة حلب وبالتشاركية مع الأمانة السورية للتنمية وغرفة تجارة حلب، اختتمت فعاليات مبادرة سوريا أم الكل والتي أقامها مشروع أرتيزانا سوريا، حيث تضمنت معرضاً لمنتجات الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة. عم نعمل مبادرة اسمها مبادرة سوريا أم الكل اللي هي مخصصة لسيدات المعيلات لأسرتهم. المعرض حيكون يعني نضم الأدوات المنزلية والصناعية، ونحن حنعمل من ضمن هالمبادرة حيكون في شيء للأطفال وجرحى الجيش، يعني حيكون مبادرة ملمة بكل التفاصيل. نحن واجبنا كلجنة رائدات أعمال غرفة تجارة حلب أنه ندعم هالمبادرات هالأعمال اليدوية الصغيرة والمتناهية الصغر، لأنه هي نواة لأعمال كبيرة. نحن طالعين من حرب، المفروض نحن نقوي بعض ونبدأ ندعم بعض من البيوت، من اللي عندها مهارة يدوية بإيدها نحن نشجعها ندعمها. يحرص المشروع على تقديم الدعم لجميع الحرفيين اليدويين ولأصحاب المشاريع الصغيرة بهدف الحفاظ على تراث المدينة وتمكين المرأة السورية وتقديم الدعم للسيدات المعيلات والأسر المنتجة.
مشاركة بمبادرة سوريا عم الكل بأشغالي الفسيفسائية، فن الفسيفساء مصنوعة من الحجر الصناعي يلي بصنع من الألف الياء بالبيت، من تصنيع الحجر وقصة وحفة ولزقة لوصلها لشكلها النهائي. بالنسبة لمشاركتي أنا والله تمت دعوتي من قبل الأمان السوري، كوني أنا بالبدايات أخذ دورات عندهم كخياطة وهيك وتدريب، وصرت أشتغل أنا أعمل منتوجاتي، كبرت شوي شغلي وحاول طبعا بنتشر أكثر بالمعارض. هذا وتضمن حفل الختام عرض فيلم وثائقي عن نماذج من مشروعات الأسر المنتجة وأهم الحرف والصناعات التقليدية الخاصة بمحافظة حلب، وتقديم فقرات فنية واستعراضية بمشاركة نجوم الدراما السورية وتكريم أبطال من جرح الجيش العربي السوري. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. في محافظة حماس سلم فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار المصارف الزراعية في المحافظة الدفعات الأولى من بذار القمح القاسي والطري بواقع 3300 طن استعدادا للموسم الزراعي المقبل. كذلك تمكن الفرع من غربلة 9000 طن من البذار حتى اللحظة، وسلم المصارف الزراعية في مصياف وسقلبية ومحردة وسلحب وشطحة كميات من بذار القمح وفق قدرة مستودعات المصارف التخزينية. وفي سياق آخر، وضع فرع مؤسسة إكثار البذار بدرعا خطته للموسم الجديد تتضمن إنتاج 13000 طن من بذار القمح و500 طن من بذار الشعير. سيوزع الفرع على الفلاحين الراغبين بتعاقد البذار المناسبة لتنفيذ الخطة المقررة على الشكل المطلوب، حيث تبلغ الكمية التي ستوزع من بذار القمح نحو 920 طنا من مختلف الأصناف ونحو 50 من بذار الشعير. بدأت في السويداء عمليات قطاف محصول التفاح للموسم الحالي وسط تقديرات أولية لمديرية الزراعة بإنتاج يتجاوز 59000 طن. هذا وصل إجمالي المساحات المزروعة بالتفاح إلى حوالي 15000 هكتار تضم نحو 3,470,000 شجرة، يشكل المثمر منها أكثر من 2 مليون شجرة تتركز غالبيتها في مناطق ظهر الجبل وعرمان وسالة ومفعلة وغيرها. من جهة ثانية، تتجاوز المساحة المزروعة بأشجار التفاح في محافظة اللاذقية أكثر من 2300 هكتار موزع على مناطق اللاذقية والحفة وجبلة والقرداحة، هذا وتبلغ تقديرات الإنتاج للموسم الحالي أكثر من 26000 طن. من جهته، بيّن رئيس دائرة التسويق الزراعي في سوريا للتجارة باللاذقية المهندس رامي صالح أنه بناء على توجيهات الوزارة تمت المباشرة بتوزيع الصناديق مجانا على مزارعي التفاح راغبين بتسويق محصولهم، متوقعا أن يتم تسويق 300 طن على أن يتم بيعها عبر منافذ السورية. يستمر فلاحو محافظة الحسكة بقطاف المساحات المزروعة بمحصول القطن التي بدأت منذ نحو 10 أيام في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي. عمليات قطاف القطن عمت مختلف المناطق التي زرع بها، حيث بلغت المساحة المقطوفة لتاريخه 1420 هكتارا بكمية إنتاج من المساحة المقطوفة تبلغ حوالي 3600 طن. هذا ويسعى الفلاحون للانتهاء من القطفة الأولى ليباشروا بعدها بالقطفة الثانية، ومن المتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول القادم. تعتبر صناعة الأغذية الريفية من الصناعات الهامة في محافظة الرقة، وذلك نتيجة توفر أغلب موادها الأولية محليا والإقبال على شرائها على اعتبار أنها مطلوبة من جميع الفئات، خاصة الذين يرغبون بالحصول على منتجات سليمة صحيا وخالية من المواد الحافظة. يعتبر دور المرأة الريفية في محافظة الرقة أساسيا في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأغذية الريفية
التي تلقى إقبالا واسعا. تم قبول 50 متدربة في المشروع خضعا لتدريبات متنوعة، منها التصنيع الغذائي، الجودة وسلامة الأغذية، والجدوى الاقتصادية ومهارات التسويق. بنهاية هذه التدريبات تم قبول 29 مستفيدة، تم تحويل الدفعة المالية الأولى للمستفيدات. بعد هذه المرحلة تم افتتاح معرض تسوق للمستفيدات. يعني ما كانت عندي القدرة الكافية أني يعني أوسع مشروعي، فسوون الأندي بي الله إن شاء الله يوفقهم. قدمت فكرتي مشان مشروع الحلويات، ما كان عندي إنه تمويل مالي يعني، الحمد لله هم الله يعطيهم العافية دعمونا وسوونا المعرض، وحاليا فاتحين محل والحمد لله لهم جزيل الشكر. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي درب 50 سيدة في مجال التصنيع الغذائي من مدينتي السبخة ومعدان وريفهما، ليتم بعدها دعم 29 مستفيدة منهن بمنح مالية من أجل إعادة إحياء مشاريعهن وتطويرها. أنا عندي فكرة عن الأجبان والألبان قبل، بس ما كان عندي المورد الكافي من المال أنه أشتغل يعني، وجزاهم الله خير المنظمة أنه ساعدونا واليوم عملونا المعرض. مشروع مجففات، وفضل الأخوان أنه فتحونا هالشي هذا، أنه ساعدونا. كنت أول أشتغل بالشي بس ما عندي القدرة، وفضلهم أنه أنا فتحت المحل. ما كان عندي الإمكانية أني أقدر أفتح مشروع صغير، فلجأنا للمنظمة اليون دي بي الله يجزاهم الخير، واشتغلنا على طلب منهم، وعشرة أيام ساوينا دورة، والحمد لله طلعنا من المتأهلات، والحمد لله أنتجنا مشاريع. وبهدف الترويج لمنتجات هذه المشاريع، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس مدينة السبخة بإقامة معرض تسويقي ضمن منافذ البيع في معمل الألبان والأجبان في مدينة السبخة، وذلك من 24 وحتى 27 من الشهر الجاري. أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، مبينة أن المزاد سيقام يوم الاثنين العاشر من تشرين الأول المقبل. وبحسب بيان الوزارة، فإنه يحق لكل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة بالمزاد من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية المشاركة أو لدى المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على سندات الخزينة، كما يحق ذلك لشركات الوساطة المالية والمصارف العامة والخاصة. ولفتت الوزارة إلى أنه سيسمح لسندات الخزينة المعلن الاكتتاب عليها بالتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي. زادت الشركة السورية للاتصالات فرع القنيطرة حزمة الإنترنت المخصصة للمحافظة، إضافة إلى تخصيصها بحوالي 1600 بوابة إنترنت جديدة وزعت على مراكز الاتصالات فيها. وفي السياق، أنجز فرع اتصالات القنيطرة عدة مشروعات، منها تركيب 1200 بوابة إنترنت جديدة زيادة على الخطة و960 رقما هاتفيا جديدا خلال العام الجاري، بالإضافة لتركيب وتجريب وحدة نفاذ ضوئية في قرية أوفانيا بسعة 512 رقما هاتفيا مع خدمة الإنترنت. طرح معمل سجاد دمشق منتجاته في الصالات التابعة للمؤسسة وفي صالات السورية للتجارة التي تتعاقد مع الشركة بشكل مستمر لاستجرار منتجاتها. هذا وتقل أسعار السجاد عن أسعار مثيلاتها من السجاد الصوفي الموجود بالأسواق وعن السجاد المصنع من الخيط الصناعي بنسبة تصل بين 30 إلى 50%. يشار إلى أن معمل سجاد دمشق حقق تطورا ملحوظا خلال الشهور الأولى من العام الجاري، حيث وصلت كمية الإنتاج إلى 24 ألف متر مربع حتى تاريخه. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا، الشفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57,267، شفي منها 54,044 حالة، توفي 3,163 حالة. وكانت الوزارة سجلت يوم الجمعة الفائت 4 إصابات بكورونا،
وشفاء 11 حالة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.